أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، حييك أبو خالد وحيي الزملاء وأنت هز هذه الفرصة أن أرفع أسماء آيات تهاني وتبركات المقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني اللي نعيش أفراحه اليوم وأمس وكل يوم إن شاء الله بإذن الله تعالى، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان. الحقيقة أول شيء خلينا ندعي بالشفاء العاجل لجميع اللاعبين المصابين في بعثة الفريق الهلالي سواء كان كلاعبين أو حتى إداريين أو حتى طبيب بحسب ما عرفنا. أنا فيه موضوع مهم جدا، كنت أتمنى أنه بعد ما انتهت مباراة الشباب والهلال مباراة التتويج كنت أتمنى أن يذهب الهلال مباشرة مثل ما صار مع الأهلي والنصر، على وجه التحديد غادروا الهلال أو الجولة الأخيرة لعبت يوم الأربعاء، الأهلي والنصر غادر يوم الخميس في المساء. كنت أتمنى أنه يعني تؤجل عملية الاحتفالات اللي شاهدناها وكلنا شاهدناها في مواقع التواصل الاجتماعي. سم؟ الهلال غادر الخميس اللي أنا أعرف أنه الجمعة، لا أدري إذا معلومتي خطأ أنا أعتذر عنها، لكن اللي أنا أعرف لأنه أتذكر في الحلقة، تذكر يمكن في الحلقة كان سعود كريري واللاعبين كانوا يقولون إحنا ما نقدر نجلس وقت طويل لأن بكرة عندنا رحلة. عموما حتى لو كان السفر الخميس معني أنا أظن أني أنا إن شاء الله أني يعني غير مخطي في عملية أنهم غادروا يوم الجمعة. كان يفترض أنا أقول لك اللي صار لي في الحلقة، اللي صار في الحلقة يوم الأربعاء كانوا يعني مدعاتهم أنهم يظهرون، أنا أظن أني سمعت وقت بسيط في الحلقة لأنه عندهم رحلة يوم الخميس. عموما تأتينا إن شاء الله التعديلات يا مني عليك ولا علي أنا. لكن والاحتفالات اللي أنت تتكلم عنها ترى إذا أنت تتكلم عن الاحتفالات كانت قبل مباراة الشباب، حتى لو كانت أنا بس أنا أقول لك أنت عارف أنت أنا أتكلم عن كعمل إدارة كرة قدم وكلاعبين، ما مشكلة أنا أعطيك التوقيت، أنت قلت بعد المباراة أقولك أنها هي قبل المباراة ايا كان يبقى حقك في الانتقال. ايا كانت انا كنت اتمنى انه حتى اللاعبين انفسهم كلاعبين محترفين سواء كان يعني محليين او اجانب سعوديين او اجانب ان يتم تاجيل اي افراح او اي احتفالات الى ما بعد، خصوصا مشاركه للفريق مهمه جدا. ما ادري الدكتور يقول انه شوف الاتحاد الاسيوي تجاوز على بيان الاتحاد الاسيوي كان تجاوز، بس شو علاقه الاحتفالات؟ ماشي برجع لانها كان فيها مخالطه كثيره ما بين لاعبين وبين اخرين، بس ما تقدر تثبت يعني ان المساله جت من هنا ولا من هنا ولا من المطار ولا من وين ولا من طيب من الاحتفال والتتويج، ما تقدر تتتويج. طيب الكل اشار الى انه ربما يكون ما في مصابين، الكل قاعد أنا يقول انا ليش انا قلت بس المستند الصحيح اللي تقدر تمشي فيه ما انا ليش قلت لك الكلام هذا؟ لانه لما تشوف بعثه النصر بعثه التعاون بعثه الاهلي ما فيها يعني ما صار فيها يعني ان شاء الله انهم حتى نهايه البطوله وان شاء الله الى الابد ان شاء الله باذن الله تعالى، وان شاء الله انه ان شاء الله انه الشفاء العاجل للاعيبه الريال عاجل غير اجل باذن الله تعالى. انا اشوف انه ما في شيء اسمه تجاوز بالنسبه لبيان الاتحاد الاسيوي كره القدم. الاتحاد الاسيوي كره القدم اصبحت القضيه قضيه راي عام في مباريات دوري ابطال اسيا، ومن ثم خرج لتبيان حقيقه غائبه عن جمهور الهلال وبعض. ما هو دوره يا ابو نواف. طيب انا بسالك الان، لو لجنه الانضباط اصدرت عقوبه عندنا داخليا على احد الانديه هل تبرر هذه العقوبه؟ سابقا تبرر. لا الان اتكلم لك الان، انا عندي مخالفه اصدر عليها عقوبه، عندك نقص اللاعبين اصدر عقوبه بدون ان تملي توصيات ولا تذكر تفاصيل. التبرير موجود عند الانديه نفسها، يرسل خلاص اوكي ارسل التبرير انت للهلال. عموما انا اشوف انه الهلال مثل ما قلت لك انه كان يفترض من اللعيبه تاجيل مثل هالاحتفالات اللي صارت سواء كان قبل المباراه مثل ما ذكر ابو خالد قبل مباراه الشباب حق التتويج او حتى بعدها. اثنين، كنت اتمنى اذا لم يكن الهلال غادر يوم الجمعه كنت اتمنى انه يغادر يوم الخميس مثل النصر والاهلي، لانهم لعبوا كلهم في يوم واحد وحنا عرفنا انه الجوله الاخيره معلومتك فات صحيحه ابو نواف، لذلك اعتذر اللي قدام. ما عندي مشكله اعتذر، بس انا قلت لك نقلت كلام سعود كريمي معي في الحلقه وظن التعاون بعد غادر والتعاون. عموما لكن التعاون ما كان فيه وقت على اعتبار انه التعاون كان ايضا مقيم معسكر في مدينه بريد عشان مباراه الفيحة، فكان مباشره ثاني يوم غادر الى الدوحه. لا تجيب العلم الله يطول بعمرك. فانا اشوف ان الاتحاد الاسيوي دافع عن نفسه تجاه ما حدث من لغط كبير جدا من 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 الجمهور الهلالي والاعلام الهلالي بشكل كبير تجاه هذه القضيه. ايضا حنا لازلنا نتساءل، وكنت اتمنى من البيان بيان نادي الهلال ان يرد على بيان الاتحاد السعودي الاتحاد الاسيوي كره القدم، لماذا المجال مفتوح لك لتسجيل تقريبا 35 لاعب، لماذا تقيد ب 30 لاعب وتذهب الى الدوحه ب 27 لاعب؟
أنا خلا بجيب لك مثل واحد. عندك مثلا الحين نادي النصر الغريم التقليدي لفريق الهلال غادر إلى الدوحة بخمسة حراس. صحيح. والأهلي بخمسة. غادر الأهلي بخمسة حراس. النصر أيضا غادر معه بعض اللاعبين اللي غير مسجلين في القائمة. في القائمة من ضمنهم اللاعب الكوري الجديد، لدرجة أنه حتى مدرب النصر في توريا، ليش أقول لك كان أنه المسؤول عن اللي حدث هذا كله إدارة كرة القدم في الهلال وأيضا المدير الفني في الهلال. النصر مثلا حتى في توريا في اجتماعه ما قبل تقريبا المغادرة أو ما قبل مباراة النصر والاتفاق ذكر بالحرف الواحد للاعبين الأجانب جوليانو وبيتروس وأحمد موسى أنه بإمكانكم المغادرة مع الفريق. بإمكانكم المغادرة مع الفريق. لماذا؟ لأن في توريا أخذ هذا العدد اللي هو 32-33 لاعب إلى الدوحة. هو ذكر في أكثر من تصريح، أنا جبت الكلام هذا بس فقط كمثال، ذكر إلى أنه هذه فعلا هذه البطولة سندخل من أجل المنافسة وأيضا من أجل التحضير إلى منافسة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في ظل أن الفترة الزمنية ما بين نهاية كل فريق يشارك في دوري أبطال آسيا وما بين انطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فترة قصيرة جدا. إذا ما هو علشان الجائحة أخذهم، أخذهم تحضير فني. لا ما له علاقة. بس هذا ما له علاقة. بس أنا بسألك سؤال يا دكتور، الحين الهلال ضم عبد العطيف، أنت عبد العطيف ما شارك، اللاعب جاي راجع من الرباط الصليبي صح؟ صح؟ ليش أنا لا أدافع ليش, ليش, ليش تضم اللاعب؟ ليش تضم اللاعب هناك؟ ما أدري. أسأل أنا أقول الجهاز اللاعب فني. اللاعب محمد الشلهوب ليش تضمه في القائمة؟ اللاعبين اللي قال أبو حمد قبل كم يوم تركي إحنا مختلفين عدد من اللاعبين. صحيح. لا هذا خطأ تتحمله إدارة الكرة في الهلال. هو أبو محمد قالها، العدد المتاح استفد منه لأنك في ظروف جائحة. صحيح. دون التحضير الفني وانه ما في وقت، احنا نتكلم عن ظروف جائحه. ليش والله ضم الشلهوب ولا ليش ضم هذا يسال عنه؟ عشان كذا انا اقول لك البيان الهلال ما اظهر الحقيقه اللي كانت غائبه. لماذا انت مثل ما قال ابو محمد قبل شوي ومثل ما قال عبد الرحمن في بدايه الحديث انه ربما اذا استمر الهلال ربما تتزايد عمليه هذا، وانا ما اشوف انها صحيحه. ليش؟ لانه في كذا لاعب في الهلال، عبد الله المعيوف اللاعب الكوري المدافع بالاضافه الى كاريلو بالاضافه الى اكثر من لاعب ولله الحمد إلى آخر مباراة ومد الله العليان متواجدين. صحيح. علشان كذا أنت لماذا لم تستفد من هذه؟ في مصابين يعني في بعض الأسماء كانت بغض النظر يعني زي عبد العطيف يمكن كان استكمال البرنامج العلاجي مع زملاء محمد الشلوب. ليش أنت ليش حطيته محمد الشلوب في القائمة ولا أخذته خليته في الرياض بداعي الاعتزال؟ واللاعبين اللي غادروا من الرياض والاثنين الحراس اللي أنت ليش ما أخذتهم تماما؟ خلها استعداد للموسم الجديد حتى لو ما شارك. أنا مثل ما ذكرت لك الأهلي والنصر هذه نقطة. اثنين، أنا أشوف أنه في هجوم قوي جدا على أنا أقول البعض ما أعمم أنا، وقد تكون المعلومة غائبة عنهم. كل الناس قاعدة تتكلم على الاتحاد السعودي كرة القدم عن وزارة الرياضة. يا أخي العزيز، تصريح الأستاذ فهد بن نافل مع الزميل وليد الفراج البارح بالحرف الواحد يشكر صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على وقوفه الكبير وعلى اتصالاته الدائمة سواء مع الهلال مع الأهلي مع التعاون مع النصر، وأيضا العمل الكبير اللي قام فيه الأستاذ ياسر المسحل مع الأستاذ إبراهيم القاسم الموجود هناك في قطر. عشان كذا إحنا مشكلتنا فقط